مشاهدينا ومشاهداتنا، نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التوافق بين بلاده وجارتها اليونان حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوما بعد يوم، مؤكدا أنه لا وجود لمشاكل غير قابلة للحل. وأكد الرئيس التركي لدى استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور تركيا تركيز الجانبين على وضع أجندة إيجابية بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة. فهل تعكس هذه التصريحات الثقة المتبادلة والقدرة الحقيقية على تصفية الخلافات المزمنة بين الجانبين أم أنها هدنة ظرفية فقط؟ للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ عمر يلدرم الخبير في الشؤون التركية، مرحبا. وينضم إلينا أيضا من باريس الأستاذ مصطفى طوصى الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الأوروبية، ومن أتنا ينضم إلينا الأستاذ شادي أيوبي الكاتب الإعلامي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معكم أستاذ عمر يلدرم، أرحب بك معنا هنا في الاستوديو. هذه الزيارة في الواقع هي رد لنقول بروتوكولي للزيارة السابقة لأردوغان إلى أتنا. نتساءل جميعا في الواقع، هل هذه التصريحات اللبقة الدبلوماسية البروتوكولية تعكس بالفعل أنه الطرفان قادران على حل المشاكل المزمنة بينهما أم أنه هناك فقط هدنة ظرفية؟ نعم، شكرا لك أستاذ. في الحقيقة في الخمس سنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة حدة التوتر ما بين أثينا وأنقرة نتيجة العديد من الخلافات، كان أبرزها الملف الاقتصادي وحقل الغاز المتواجد في بحر إيجا. فهذا الشيء عزز حدة الخلافات إلى أن كانت اتجهت العلاقات قبل بضعة أشهر يعني نحو الدبلوماسية التامة وزيارة الرئيس التركي، ومن ثم الآن الزيارة المتبادلة التي تمت إلى أنقرة. هذا إنما يدل إلى أن الطرفان قد وصلا إلى قناعة أنه يمكن التغلب على هذه المشاكل وإيجاد الحلول من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات، ومن خلال أيضا يعني حل هذه المشاكل عبر الزيارات والدبلوماسية، خصوصا أن الفترة الأخيرة الخمسة سنوات الأخيرة هذا التوتر لم يكن فقط هو بعيد عن التوتر التاريخي المعروف يعني المتواجد بين الحينة والأخرى منذ الخمسينات والستينات وفي السبعينات في محطة قبرص، ووصولا إلى العديد من الملفات الشائكة طوال 60-70 سنة. هذه الزيارات المتبادلة بكل تأكيد يعني أوصلت الطرفان إلى أنه لا يمكن التغلب لأي دولة على الطرف الآخر إلا من خلال الحوار، خصوصا أن كلتا الدولتين لهما يعني عوامل سياسية وجغرافية واقتصادية مشتركة بشكل كبير جدا. طيب، شكرا لكم أستاذ عمر يلدرم. أستاذ مصطفى طوصى من باريس، الجميع يعرف حدة الخلافات الموجودة بين تركيا وبين اليونان فيما يتصل بالحدود البحرية، فيما يتصل بقبرص، فيما يتصل بالثروات الباطنية في بحر إيجا كما ذكر ضيفنا هنا في الاستوديو، لكن هل هذه الزيارات المتبادلة تعكس أنه هناك اختراقات جوهرية في الملفات أم أنه فقط هي تورية أو تغطية على أو تأجيل لهذه الخلافات؟ نعم، هذه الزيارة رئيس اليونانية إلى هي على في شهر الصوت يصل منك متقطع، أتمنى أنه سنتغلب على هذا الإشكال سريعا. في انتظار ذلك أذهب إلى أتنا مع الأستاذ شادي أيوبي. من الجانب اليوناني، ما هي التطلعات في الواقع من هذه الزيارة التي تعلق عليها الكثير من الآمال؟ يعني اولا هنا في أثينا لا تعلق امال كثيره على هذه الزياره في الواقع، يعني الكثير من الذين يتكلمون في الشان العام يشككون في اهميه الزياره، لكن مثلا بالنسبه للاستقرار الاقتصادي، نعم هناك امل ان يكون هناك استقرار اقتصادي، ان يكون هناك استقرار في هذه الفتره في فتره الصيف حتى يعني يجذب البلدان المزيد من السياح في هذه الموسم السياحي المقبل. هناك أمل بأن يكون هناك استقرار حتى لا يكون هناك استفزازات في منطقة بحر إيجا، ولا يكون هناك جر للتحالفات الإقليمية والدولية مثل ما حدث قبل سنتين يعني في بحر إيجا. هناك يعني أمل في أن يتم تسكين وتهدئة الملفات التي يعني توجع البلدين أو تؤدي بالخلافات أو توتر الخلافات بين البلدين، مثل ما مثلا العلاقات مع ليبيا، مثل ملف الجزر، مثل الحدود البحرية وغير الحدود الجوية وغير ذلك. هذه الملفات كلها هناك أمل ليس في تجاوزها، ولكن
بوضعها مؤقتا على الرف على الأقل حتى يتمكن البلدان من يعني التقدم في شؤون ما يسمى السياسة الخفيفة، يعني مثل بعض المعاهدات التجارية، مثل بعض التعاون في مجالات الصحة والأكاديمية وغير ذلك. يعني هناك تسكين للمسائل الملفات السياسية الثقيلة بين البلدين أملا في تجاوزها وفي تحقيق تقدم واختراق على ملفات أخرى ربما تكون أقل أهمية. طيب شكرا لك شادي أيوبي، ابقى معنا. أستاذ عمر يلدريم، طبعا كما ذكر ضيفنا في الواقع هناك الكثير من التنسيب فيما يتصل بدلالات هذه الزيارة وهذه الدينامية برمتها. البعض يقول أيضا بأنه لا شيء من الخلافات في الواقع وقع تجاوزه بالرغم من كل التصريحات، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه ليست هناك مشاكل غير قابلة للحل، أنه هناك قنوات للحوار، وحتى من الجانب اليوناني. البعض يقول أيضا بأنه حتى في مسألة الإرهاب الذي قال الطرفان بأنهم يعززان التنسيق بشأنه، تعريف حماس أو تصنيف حماس مثلا طغى في هذه الزيارة. تركيا تقول حماس ليست إرهابية، اليونان يقول نحن نعتبر أن حماس حركة إرهابية. إذن بالرغم من كل هذه التباينات توصف هذه الزيارة بأنها ناجحة؟ في الحقيقة هذه هي زيارة مصالح أكثر ما هي تكون يعني كجراء أو يعني بسبب القرب الجغرافي والمصالح الاقتصادية والسياسية التي تربطهم كبيرة جدا. فتركيا هي ثاني أكبر دولة في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع فوز المرشح الرئاسي ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة، وفي حال فوزه هنالك احتمالية كبيرة جدا في أن يعني يلوح بالانسحاب الأمريكي من حلف الناتو، فهذا سيضع تركيا في المقدمة في كقوة عسكرية أولى. فلذلك اليونان هي بحاجة بشكل كبير جدا إلى دولة قوية مثل تركيا. هذا السبب الأول. أليست تركيا قلقة أيضا من كون أن اليونان في الواقع بعد كل التوتر التركي الغربي التركي الأمريكي عززت من مكاسبها لا سيما فيما يتصل بطائرات الـ F-35 مثلا والانضمام إلى البرنامج بكل الأمريكي بكل وتركيا تأكيد. خارج البرنامج. نعم، هي تركيا أيضا بحاجة إلى اليونان في العديد من المحاور أهمها الملف العسكري، لأن بالنهاية اليونان هي دولة تتبع للاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وكقوة عسكرية. واليونان في الحقيقة دعمت يعني إلى حد كبير دعوة الانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سابقا في 20 سنة الأخيرة. فهنالك هي ليست يوجد بعض الخلافات، منها الخلافات الثقافية على بعض المساجد، قد يكون مؤخرا إحدى المساجد الذي كان في تركيا يعني عليه وجود بعض الذي رفض الرئيس التركي وأصر على يعني إبقائه على حاله كمسجد، إضافة إلى بعض المقتنيات الإسلامية كالمساجد وغيرها في اليونان. هنالك هذه الخلافات السطحية لنقول القشور الظهرية، لكن الخلافات العميقة هم حقيقة بحاجة كبيرة جدا إلى بعضهم البعض، لا سيما الملف الاقتصادي. تركيا تعاني من حالة ركود اقتصادي مؤخرا، فهي بحاجة إلى أمر تنقيب الغاز وإلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع اليونان. فيما يخص تعريف حركة المقاومة حماس في فلسطين أو الرئيس التركي سابقا، وفي العديد من في زيارة المستشار الألماني حتى سابقا، أكد في العديد من المرات أنه نحن كدولة إسلامية لا نعرف حركة حماس كدولة كحركة إرهابية، هي حركة مقاومة كبقية التحالف. وقال أيضا أنه العشرات من نعم عناصر حماس يتلقون العلاج على الأرض والعلاج في المستشفيات نعم التركية. نعم، إضافة إلى أن اليونان ما يدفعها إلى إصدار مثل هذه التصريحات هي بسبب حلفائها يعني التقليديين من الأوروبيين والأمريكان، وإلى إضافة إلى الحلف الإسرائيلي، يعني هي اليونان دولة أوروبية. هذا في ما يخص تعريف حركة المقاومة بالنسبة إلى تركيا وبالنسبة إلى اليونان. لكن لنقول هنالك النقاط الشائكة، الخطوط العريضة هي متفق عليها، تعزيز الاتفاقيات في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، رسم الحدود فيما يخص تنقيب الغاز خلال المرحلة المقبلة، وهي هذا الشيء بتركيا بأمس الحاجة إليه. تركيا مؤخرا انتهجت سياسة جديدة مختلفة عن 20 سنة الأخيرة فيما يتعلق في العلاقة الخارجية، تحاول أن ترجع بقدر ما تستطيع إلى صفر مشاكل. قامت بزيارة تاريخية إلى مصر بعد قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من 10 سنوات،
مؤخرا قامت بالتواصل مع النظام السوري في دمشق في محاولة يعني إلى إيجاد الحل السلمي إلى العلاقات السورية التركية، والعديد من الدول، الإمارات سبقها في ذلك وكذلك الأمر السعودية. هنالك صفحة جديدة تركيا ترسمها الآن في العلاقات الخارجية، فكان من أبرزها اليونان. شكرا لكم عمر يلدريم. مصطفى طوسة من باريس، أتمنى أن الصوت معك واضح. هذه الزيارة هل هي ملف ثنائي يوناني تركي صرف أم أنه ملف أوروبي؟ نعم محمد، أنا لم أستمع كل القضايات التي جاءت على لسان الضيوف، لكن دعني أقول التقارب التركي اليوناني يمكن أن ينطبق عليه، مجبر أخاك لا بطل. يعني الرئيس التركي طيب أردوغان لو ترك له لالتهم اليونان بكل ما فيها، لكن عندما كانت هناك عملية شد حبال عسكرية قوية بينه وبين اليونان، كان هناك موقف حازم لدول الاتحاد الأوروبي، يعني قادت هذا الموقف الحازم المؤيد لليونان، بين أيضا موقف ولغة صريحة أمريكية تجاه النظام التركي الذي لا تثق ونحن نتحدث عن عسكرة المنطقة. لا ننسى بأن هناك عدم ثقة بين الأتراك وبين الولايات المتحدة وبين الحلف الأطلسي، لأن أردوغان منظومة الاس 400، لأن أردوغان رفض أن يطبق نظام العقوبات الاقتصادية العالمي الذي فرض على فلاديمير بوتين، لأن أردوغان أراد أن يلعب يعني لعبة مزدوجة، ولكن هو أيضا لم يهرول مثل الأوروبيين خلف المطالب الأمريكية في لحظتها. نعم، وهذا هو الذي دفع بطريقة أو بأخرى طيب أردوغان إلى التقارب مع اليونانيين. هو قام بزيارة في شهر ديسمبر الماضي ووقع ما سمي بإعلان أثينا، واليوم يحاول أن يقترب من اليونانيين على عدة مواضع يمكن أن يتم التواصل إلى تفاهمات بشأنها، مثل محاربة الإرهاب، محاربة الهجرة السرية، لكن هناك بعض المواضع الشائكة التي لا زال لم يكن هناك أي يعني اتفاق أو أي تقدم. موضوعان أساسيان، وهو حدود المياه الإقليمية التي يريد أردوغان أن يطبق نظرية الوطن الأزرق وأن يستولي عليها، وهي تاريخيا تنتمي إلى اليونان. هذا موضوع لم يتم حتى الساعة مناقشته أو الدخول في عملية تفاوضية. والموضوع الثاني وهو الرفض التركي لعسكرة هذه الجزر الموجودة في بحر إيجا، والتي يعتبرها أردوغان بأنها خطر حيوي على الأمن يعني القومي التركي. هاتين النقطتين لم يتم حتى الساعة النقاش فيها، لكن على مستوى حسن الجوار وعلى مستوى يعني العلاقات الدبلوماسية هناك تحسن. وهنا أريد أن أضيف عنصر مهم ربما هو الذي قد يشرح أن أردوغان انفتح على اليونانيين بهذا الشكل وتبنى هذه اللغة التصالحية. العنصر الأول أنه أعيد انتخاب أردوغان، لذلك ليس في حاجة أن يتبنى هذا الخطاب القومي عدواني تجاه اليونان، العنصر الأول. العنصر الثاني هو يريد أن يقترب من دول الاتحاد الأوروبي، لأنه يحلم دائما أن تكون هناك علاقة متطورة وربما غدا انضمام إلى المنظومة الاتحاد الأوروبي، وهو بحاجة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد التركي، بحاجة إلى الاستثمارات الأوروبية العملاقة لكي تأتي إلى تركيا وتنقذ هذا الاقتصاد. هذه الخطوات كلها تشرح هذه السياسة الانفتاحية لأردوغان تجاه الجارة. شكرا لكم مصطفى طوسة. شادي أيوبي من أثينا، قلتم ليست هناك الكثير من الآمال المعلقة على هذه الزيارة، لماذا؟ هل لأنه ليست هناك رغبة في تصفير المشاكل أو على الأقل حل بعضها، أم أنه هناك اعتبارات أخرى لتقدير أهمية هذه الزيارة؟ الزيارة تأتي ضمن عدة فعاليات متبادلة، زيارات واتفاقيات وغيرها بين البلدين، لكن المشكلة يعني هي ممكن أن تتقدم كما ذكرت لكم في بعض المسائل البسيطة مثل اتفاقيات تجارية وغير ذلك، لكن المسائل الكبرى التي هي أصلا خلافات أو تشكل الخلافات بين البلدين هي ملفات كبيرة جدا. يعني الملف القبرصي الآن يزداد تعقيدا كل يوم، ملف الجزر كذلك، الحدود البحرية
هذه ملفات هي الملفات السياسية الضخمة الخلافية بين البلدين. هذه ملفات حتى الآن لا يتم التطرق إليها، وكلما تم التطرق إليها زادت حدة الخلافات بين البلدين وزادت الهوة بين البلدين. لا يمكن الحديث الآن عن أي تقدم في هذه المسائل. الآن البلدان مجبران على أن يتخذا أي خطوة في سبيل التهدئة وأي خطوة في سبيل المصلحة المشتركة على الأقل الاقتصادية بين البلدين. هذا ما يجري، والكلام الذي نتحدث عنه الآن نحن كمتابعين للوضع يقال عند كل زيارة وعند كل مبادرة بين البلدين. دائما هناك يعني تقدم في أشياء معينة بسيطة يضاف إليها أو يرافقها عدم يعني ثبات في الملفات الخلافية الكبرى التي يصعب أصلا على أي حكومة يونانية أو حكومة تركية أن تتراجع فيها نظرا لكمية الحشد القومي الموجود في البلدين. ليس هناك أي تسامح مع أي حكومة في البلدين يمكن أن تتراجع ولو بشكل بسيط ولو بنحو بسيط عن أي ملف خلافي بين البلدين. هذا هو يعني هذا هو جوهر المشكلة بين البلدين. شكرا لك شادي أيوبي، ابقى معنا. عمر يلدرم، هذا النهج وهذا التقارب الظاهر، طبعا يقول ضيفنا من اليونان بأنه لا يمس القضايا الجوهرية والخلافات المزمنة بين الجانبين، هل تسير فيه تركيا من منطلق قوة، من نقطة قوة، أم أنه هي مضطرة كما ذكر ضيفنا من باريس إلى مسايرة الأوروبيين، إلى تخفيف حدة النبرة واللهجة تجاه اليونان الذي هو في الواقع جبهة متقدمة أوروبية في اتجاه أوكرانيا في اتجاه تركيا عفوا؟ نعم، في الحقيقة هذه هي قد تكون في جانب إلى جانب يختلف. يعني في الجانب السياسي والاقتصادي نعم تركيا هي بحاجة اليونان في العديد من الملفات، يعني أهمها تليين الأمور مع الاتحاد الأوروبي الذي صاحبه مشاحنات كبيرة جدا في السنوات الأخيرة بسبب حليفتها اليونان، يعني في مقدمتها اليونان. إضافة إلى الجانب الاقتصادي، تعزيز تركيا تعاني من وضع اقتصادي، يعني أزمة اقتصادية مستمرة في انهيار الليرة، أو يعني في يحاولوا رفع التصدير والاستيراد ونحو التصدير إلى أوروبا، فهذا جانب الثاني. ولكن جانب القوة قد يكون الذي يتميز عنه تركيا الذي تتميز عن اليونان فيه هي يعني القوة العسكرية. يعني كما أخبرتك تركيا هي ثاني دولة في الناتو، العديد من الدول الأوروبية يعني تحسب لهذا الشيء حساب، مصدر أساسي للدرونات. نعم، مصدر أساسي للعديد من القطع العسكرية يعني التي أصبحت الآن لها أثر كبير جدا، يعني حتى في تسيير الحرب الأوكرانية الروسية أصبح لها الأثر الكبير جدا. إضافة إلى أن اليونان يعني تحاول تجنب البعبع التركي بهذه الدبلوماسية، وتركيا لا تحتمل أيضا المزيد من المغامرات في موضوع العلاقات الخارجية. هي قامت بتصفير المشاكل مما هو يعني أعقد من اليونان وألد أعداء من اليونان. ونحن رأينا يعني مؤخرا كيف المصالحات الخليجية تمت تتاليا، يعني وكانت يعني زيارة أردوغان إلى مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا كان شيء يعني كالحلم، يعني أنه تم هذا اللقاء بهذه الحفاوة وهذه الاتفاقيات، ومن المنتظر أن تكون هنالك علاقة أيضا زيارة أخرى. هذا كله يؤكد على أن تركيا يعني لنقول مجبرة قليلا، ولكن من مراجعة نهج مراجعة نهج في العلاقات الخارجية، ولكن من منطلق أيضا قوة. يعني طيب، أن تركيا لها اليوم مكانة، أصبحت تستطيع أن يعني تستمر في هذه القوة في تحصيل مطالبها، ولكن من خلال يعني حسن الجوار، من خلال أيضا العلاقات الدبلوماسية والتاريخية وتفعيل الاتفاقيات التاريخية جميعها. شكرا لك عمر يلدرم. مصطفى طوسى من باريس، ما الذي يود الأوروبيون اغتنامه من هذه الدينامية، من هذه الظرفية التي ذكرت أنه أنت لها خصوصية في الجانب التركي؟ نعم، يعني الأوروبيون يهدفون عدة نقاط مهمة. اليونان كما ذكرت محمد، اليونان هي الحدود الأوروبية الخارجية، والاتفاق الذي وقع مع تركيا عام 2016 لمنع نزوح المهاجرين إلى الفضاء الأوروبي، اليونان هي الواجهة الأولى. وعندما تكون العلاقات جيدة بين الأتراك واليونانيين فإن الأوروبيين يعني يشعرون بأمن أكبر تجاه هذه ظاهرة الهجرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي
مهمة، وهو أنه الأوروبيون يحاولون أن يقنعوا الأتراك واليونانيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات سياسية انطلاقا من إرث تاريخي، من اتفاقيات تاريخية موجودة، انطلاقا من هذه الاتفاقيات التي تحدد الحدود البحرية والإقليمية، أن يتوصلوا إلى اتفاق وأن يتركوا نهائيا لغة الحرب ولغة العسكرة. هذا من بين الأهداف الأوروبية، لكن أنا أريد أن أضع هذا التحرك التركي تجاه اليونان في إطاره العام. مؤخرا أن أردوغان حاول أن يحسن علاقته مع مصر التي كان يقيم معها علاقات عدوانية كبيرة، مع دول الخليج المملكة العربية السعودية التي كانت أيضا هناك علاقات متقدمة. هذا يعطينا دليل بأن الرجل يعني يريد أن يقدر لغة عدي، لغة العدوانية مع الجوار، ولغة الدبلوماسية ممكن أن تكون مربحة بالنسبة له وبالنسبة لاقتصاد تركيا. يعني هذه الزيارة إلى لبنان تدخل إعادة بلورة علاقة تركيا مع الجوار المباشر. شكرا لك مصطفى طوصة، الكاتب الصحفي الخبير في الشؤون الأوروبية، حدثتنا من باريس. نشكر ضيفنا شادي أيوبي من أتينا الكاتب والإعلامي، ونشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عمر يلدرم الخبير في الشؤون التركية على المشاركة معنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، بإمكانكم دائما العودة إلى هذه الزاوية والاطلاع على المزيد من الأخبار وصور الفيديو على موقعنا الإلكتروني medianTV.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.